ايشك وعد متى ادي هدا ادو دنتي انا هدا ابي و دنتي اباهي موبايل كيسنتو قبصدو ما يسو قري كرا فرين شكدي شاه محبوا ما عرفت وياي حدنا وا لا تري حدنا هي وا لا تري كل نقطه وا لا تري سؤال مرك يا سوكر يا كتري خف اقراكم مقن ارورتي دنتي ساك لدلي ماشي سوكر ما اركتي مركا ان قديجه محمد ديريه موبايل كذا لما مولناي هل هو انكو درايا ايام دحداسا كود لولي حفله لو قبانايو فيلا صوماليا قديجه محمد ديريه موبايل كذا ان لا حداي موقتي او اني نفسدي هيس ان كسو سمي او لا يرادو ايفون موبايل كيغا اوي ورهدو انت يالي عيبتي مدحتويه كدحدي سوميدان اوغين موبايل كاس اسغا سيره فر بدن با كوجري هيستان كو عديهي انيغا العداله غانتي سوي تاغني ما اسغا قادي مسه ما اوغي هيستان وا كو عديهي قديجه موبايل كو لوو ركاتاي وخا لوو ييري وا كولا ماامولانينا ما اوغشا هدي كلو ادو عيبها غو دنا بنن كسو دغينا موبايل كمركا إيه بيتش كيدو أدن سيدا سالو معمولان آيا حد دقعانت كلي قدو حكومة جيران موبايل كي قدو واكنا وحيري حد دانو انت تاقنا دان دنتو ادي ما فوري كرتا دو إلا جوغا يو كانت ساي كل دي كريسا معني وسيرة دي او غيريوتي ان عوانة دو حلوغو سوقرو حد دي ان للا معمولان اينين can you imagine واي اسلام الدم الجديد اسلام ناف كودا كو شيغايا حويي عبد الله ايلاي ويق ايلاداي ما ايلاي سو كان اديغا ابارتا كو ساسار جيري ايلاي اديغو ادومدي علي يوسف او ماجيرتين كا هوبيو او كوغو غوميسانايو نينكا سارتا سارن سلطان علوي نينكا هوس جوغا ادونكي سوي اديغو دحايا بقرو فنجرين يو اود كعفغيس يو فردميريد إنك كلا داء هداه إنك كلا دين كريم فنجرين تقول إنك داء هذا ده هاي رغدة كيد جاي يكيل يري أرض غير كسوع عيمي يرحن أجالي دان رجن راشينك يكيدك يمنصدي رجن عيد إنه ما كلا رانا أما ده يديني قرد دمر ما شرتنك يكون جب سنة أيام بندقي هبيوت أن أجنهي معني تلياني قال لك كاني المي علي يوسف عثمان محمود لوبيهين لا يأبهي ويني يا معني صوتي حوالا وردي فارح شوري معني ان ده كبد ما اسكسارنا او سيدي حوالا وردي ما هو وردينا نكي صعد قبل انت اللي يري فقارها الدومضي وماشي تاقن ناك تايدي سبيل دارا اي انتو يري لو هو قصلا التليانيقا برابر حوالا وردي ويري سو ما اذا هاي نكوي انيسو قرمة الاي بارقال اذا كد عيي ما هارك يسي معنيه داروتكا هرني ما يو معني ور ما هيسان ايلاينا ما قادان ايلاي هداد قادي لهايدين وافعنان لهايدين وليقين ايقا توكسان جرتين مركا اقودن بيسانا تحت سيدا قالي شري هدا اي اولي ذا هاي انيق رير افروان هاي رير قسع دير رير دين صور كلقين واقصو دمان ايسان قضب كاسال كاسان كي قد بايا كرباش كو دينده الدوما دي علي يوسف وعن ربا مركا انا كسو قبا قبا يو عندهو فيري وحي يرادين قديجو قلين كذو والقو قوليستي قربي ليهين ساك قبلنا نقرمي دي مطي واغا ما بريم با إلهي بان إذ كل داري نيي ومد الصومالية دي بانت انت سلاك ورن مرين هباب انت انت سلاك ورن هي شعبك بانت اللي شيء قايو أما كرباشا نكون نقول يا مرك قفو البقو بني آدن وحان او شيء قايا مسلم وصومالي وإداوان هيا وليقا أذيقا حق هقلين وحان ساس أولاي هاي إلهي هون حريستي قديجة محمد ديريه markii ay markaysay macni engineer yariiso oo daawud u dhashay abgal gudoomiye gobolka banaadir ahana duqi magaalada muqdisho ya markii markaysay qarax lala beegsaday oo tabcaan u noqday diyaaradii madoweyd ee qatar lagu qaaday qofka raacay sirtiisi sida u geeriyooday diyaaradda intuu saarnaa isbitaalka inuu ku dhintay qofka la socday qadiija maxamed diiriye ahayd مبين بها شيء غايا سويالك اوكي قد يجي محمد ديري مركي قيري سو اودين تي كليبي صدو تي
قدوميها وأودن تيد هذا الله أنحرست لكن وحفا فاهن كما إيسان بيبن باريتانا لقلنا شعبك الصومالي يدو أنا اللي السعودي ساسو أودن تي سيداس فاهن مديبن هذا مرك وحا قبصتي سيدي يريسو وهو يدي سيدقل يمرفلتا أبهيسنا وأبقال داودية أي ما أركي سمعني شعبك فاهن تقدم شديسو أي أغاقري سي أي يدنا مانتي سنين كدب سنضو يدنا فاهن تقدم شديسو ساسا لوقري هاد دي تاقنتا اتوسو يتابسي ما الله بارا يا ليلي لكن وحانو ويناي إلهي هون حريستو قفكي نعب يقفكي جعلبا وحاوي جنده وين وضا قادا او حاوي مبوح سنتو جنده قف كان نعب تاينا هدي جنده وصوغلو وحبك كامقو ايان قف كان تعيش هدو صوغلنا وحبك ومكر دايان مركا الهي هجن اي ماذاما قف مسلنا اي اهيد قاركودنا اي كأيات شاكتان ودقن حمي ودي اي دهان قاركودنا وين حريس بدنايد عرورها مساكين تلطوري حنانيني سيدهايين سيكستوي أهاتبا الله أنحريستان لنا وحن كالتون ربا ديقلي مريفلي تحسي قوني با أطال بكاسو الدماشيدو ده قبضنا ايدينكو ايدين لحضي هل مالين هل صاحبي ايدين لحضو والدماشيديني وانا ادو عيسان تحسي دان سيقارع ايه ايدين قسيسا صومالي ودن ايو قسيسا أما قبلنا صومان سيدا سيكون بحبي عزبطال كان سيكون بحبي ودناها سا معني لقى قصة بودي معني حيدي ده حنجر فريستال ليري عزبطال كان سالة ديجي كدمنا وحا ليري أرورتي مبا قارن با إلاي حدنا والاسكو حيستا باريتان كيدا ما الله أقلان دونا ورك قارا يري قبلنا ماركي سي معنيه ماركي دمين اي سي يعني قارتا لقى جبيه وركاسي وفدوية ما هينا أنك أنك وحانا هينا بلو إلاي دمات gabadhan in la sumeeyay xididku istaagay wadnaha dhig laga qalay xinjir kadibna ma arkaysa sidaas ay ku geeriyootay haddana la diiday hadii aadna maqlaysid soo dhawow 4 daqiiqaan ku siinayna maxaa ku daraysa adiga inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kullu nafsin da'iqatul maut gabadh Soomaaliyeed oo mas'uuliyad Soomaaliyeed ahayd oo xogaal ahayd oo laga soo bilaabo anigu waxaan bartay shirkii ambagaasi baan ku bartay gabar mixwar u abay ahayd siyaasadda Soomaaliyeed habeenkii ugu yaraan iyo maalintii ilaa 100 ilaa 100 qof bay la kulmi jirtay gabar xogaal abay ahayd wayay laakiin kiiska dhimashada maxay kula tahay waxay ila tahay sidii أحمد حسن عوكا لود دلي علي خليف قليل لود دلي إنجنير يريسو لود دلي إقران تالي لود دلي سادة علي ورسم لود دلي أبوان بدل لود دلي حلبان آمن لود دلي فرحان قرول لود دلي عاقل علمي حقر لود دلي ضدك غلطور كالصوم علي سيد الله اللين يا لود دلي أدي أد بو مهسي ولالك إسقى نظيف قرن أيها قد كوجرت أيضا وقت بدل ما هينو نظيف قرن أي سودو جريدة كت ما ضي وسيردها وينك فدرالك الصوماليات قد يجمع محمد ديرية أديك معي كل طاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدي أنت كوحرم بو السلام يا إنا لله وإنا إليه راجعون وحير تليفون كذا ودو أنا يا إن شاء الله تعالى كسيدا إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس ضائقة الموت أبو أرنت عصو هرات وشيكتي دقنين عاد بحسي نيك عصوصته تو مانتس أغوبة أهيد فيديو غاسو لغب بلوت كهر إن قديجة ديرية الدلاية يدد كلو بضان عاد شيكتي أرتو واح عصوصته سومان قديجة ديرية إن بوس كان لقد ديلان ربو ما عصوصته حتى واحن عصوصته إنت بلوت كسو وريكتي بكوس أنيقو دي مي دت كان عاد فضو هاي سو مكته قبيل كيو شخصي كلي دوا أردا بس أكته مركا أنت كسو وريت أنا وعي فيديو قاس نهدر ربان هدا أنا سو قلنا يوها يا حدا مركا أرتا تاس تاس يهيت واتشي تمان تنتيبا كود عادي أرنت يدا كلي أنا كمي كان يسو وحوي دل قرشي سو وعي إن لدي لنا إد سوي ديني سمالي لكن باق بان ربا هل كان أنا عمر يو
waxay ka tagtay caruur bay ka tagtay walaal bay kulli gabadheeday aad u heesi jirtaan aad u garanayaa anigu waxaan leeyahay hooyadiin idinkoon baaris ku sameynin oo waliba baaris idinka aad qarash ku bixinaysaan aan ku sameynin ha ogolaanina in layni dhaho way dhimatay waa la doogayaa because idinka iskale maanta iyadu malaha laakiin idinka iskale nadiifay adoo raalli ah xafladan intaan la qaban lafta gareen in aan idaacadda soo fariisanay aan dhahnay ma xasuusataa cirbad khaasa ayaa lafta gareen loo keensaday buufis sun in lagu dilaa la rabaa ka digtoonow fiqi iyo tiimkaasa soo wada inaan dhahna ma xustaa yes tunayd agoo bay ahayd anigana barnaamijka waa kaala qayb qaatay waata aniga naftayda ku xanaaqayay ninka la dhaho lafta gareen ama lafta gareen oo jirjilaaca iska daa jirjilaac baa ka muuqday arrintaas markay kashifantay iyadana ay meesha tagtay in markiiba loo yeero oo degdeg la dhaho inay ka qayb gelin meeshaas oo aanay ka hadlin na way ahayd ti caradiina dee iyadaa lagula dhacay keligeedna maahay kuwo kalaa soo socday dad badan baa tegaya laakiin ha ogaadaan nimanka u daba dhaqaya horta nafsibaa socda nafsibaa socda maxay ahayta cuquubadii ilaahay waaga horeeto inagu ina gelin jiray oo inaga unbaa kolba rafaadi jiray laakiin hadda iyagiina way haysataa gacantooda alla ku cadaabaya xildhibaanadii iyo raggii waddanka meeshaas dhigay kuwo badanna way tegayaan arrintaanna waa jeegtay iyada nafteedaa jeegtay in la dilayo oo mar la dilba qadiijo diiriye la dilayo inta kugu xiran iyo inta jaamacaddan la socota way ka warhaysaa iyo inta runta taqaan dee oo wax hadallada qiimaysa ama falanqaysa marka gabadhaas waxaan leeyahay horta shirqool bay ku dhimatay gabadha keliya ee maaragtay ragga ka qaylisiisay la tartamaysay runsheega ahayd meel kasta oo ay ka hadlaan ka hadlaysay ay lafka la dhawaayeen dacayado badan u samaynayeen bay horta ahayd horta ilaahay u naxariis laakiin waxaan leeyahay si arrintaasu aanay u jiro xataa gabdhaha ehelkeeda keliya maahay gabdhaha lamidka ah ee sideeda codkarkaa gabadhaan bay daba kasoo jeedoo kale iyo ay ka mid yihiin waxaan leeyahay idinka naftiina waa inaad aad isu ilaalisaan waana inaad u ololaysaan oo ilmaha ay dhashay aad ku garab istaagtaan in gabadhaan waxay u dhimatay la baaro sababtoo ah dadka lamidka ah ee gabadhaan bay daba kasoo jeedaa ka koowa iyadaa ka koowa sareedo yes sareedo gabadhaasu waa qadiijadii qadiijada qadiijaba ka horeysaaba gabadhaasuna waa ku xigtaa haddayan hadda waa inay ogaadaan waa inay garab istaagaan waa inay is ilaaliyaan iyada iyo inta lamidka ahay keligeedna maaha gabdha ma moodaa marka macnihii soomaalida inaan caawino xataa siyaasiyiinta aan noo ogeyn lafta gareen uu kow ka yahay iyo maamulkiisa inaan caawino makula taaymaada horta horta inaad caawiso taalaba isma weydiinaysa intaad caawisaad caawisaa laakiin awal way dhayalsan jireen laakiin hadda wax badan qofku markuu run sheegay dhowr jeer baad iga maqashay ilaahay baa u hiiliya runtuna isma qariso laakiin way dahdaa way soo tukubtaa maanta wax badanoo cadayma ah oo arrimo badan oo a halkaan ka sheegtay oo dhabowbay baa jira gabadhaanaana u damaysa maanta waxaa la yidhi mayd maxaa u dameeyay kaala siisido maanta khadiija u damaysa aad baan ugu digayaa gabdhaha geesiyaasha ah maaragtay sareedo kamid tahay ee gabdhaha kale kamid yihiin ilmaheedana waxaan ku boorinayaa iyo gabdhaha sareedo iyo inay gabadhaan iyagu u guntadaan gabarnimo ugu guntadaan naftoodana say u badbaado arrintan iyo waxa ka dameeyey iyo waxa sababay dhimashada gabadhaan laakiin nadiifo baaritaanka sababta loo diidanya maxay tahay baaritaan madax banaan in lagu sameeyo maydka khadiijo maxamed baaritaanka waxaa loo diidan yahay deciladii waa soo baxaysa suntu isma qariso waa ogeyd john un walaalkiis markuu sameeyey dee suntu way soo baxdaa suntu hadda hadda 10 sano ay kasoo wareegta caloosheeda annaga hadda maraykanka dadka isdilaa wax isku dilaan oo gaalada u badan sunta tartiib tartiib bay isu siiyaan laakiin hadhinta qofku hala duuga lafihiisu ha qaroobaan kiisaska markii la baaray waxa arkaysaa qabri lafihiisi inta lasoo saaro lafti la baarayo laga helayo suntu ma qarsoonto mana baaba-ado xataa haddii laftaadu baaba-ado marka waxay u diidayaan in la helayay ogyihiin laakiin in xoogga la saaro maxaa kaas garan kara in qof fayow ma arkaysa macnihii saacada gudahooda macnihii xidid ayaa xinjir kaa fariisatay lagaa qalaa la yidhaahdo wadnaha ah dee walaal waxa weeye qofka waa la israacinayaa gabadhan waa la ogyahay adigu caafimaadka ka fasaqaysa nafsadaada saan rajaynayo yes waxaa walaal keenaya arrintaas waxa weeye qofka haddii uu active yahay oo oo firfircoon yahay oo qof wax yaqaan yahay oo qof adduunka la socdaya marku xanuunka dareemo inuu isbitaal aadaa dhici karta gabadhaa waa la ogyahay gabar activeada waay gabar feejigana waay inay markay xanuunka dareento ay markiiba diyaarada intay goosato meelaha caalamigaa tagto taasaa laga hortegaya
تاسع لغهر تقعي أو واحد ربي أوبريشن كسيد لوس مي إنه ونا أدعي لكن وإن سري أدعي سوي يندك على ودين عرور تادينا أي مار تحقيق لو قال إلا بار تاسع عن وحوجنا يا قبلها أنا أشياء جاية أهل كذا أنا أشياء جاية قبلها الصومالية لم تكن أنا أشياء جاية نيمان كحل دبان كانوا حلاه على الريال مالهم بمد بان سوينا إن سيدا لوديلو كوس إذا كان عندي إنه كوكس دوي أب قلب ستم بانا إني هايستا لكن قبلها وحلاه هاي سيلالية سيبا أرنت عصونا وحوي وحكور تقوي وحلديدا يا قبلها إنه معها قفكة دتكو والله بنا ما قفنا دات سو مايسو حنون عادي هايو اسكده هيا حتى حلقيه انه اسبتال بتقين قفنا قف جيغان او دقالين ما خيري يا خدي جديري ولا اوغي دقال لا انا ما خيريس اني مركيبه انتي حنونكده ارقته اي دحدو بالبارس اسكو سو سمي كدمنا ارينتي لا سو اوغاد ميد دا واي ميد لا هورتغاي تاسا كينته مرك حتى حجر بني كو جيرن با لا يابا الا يري مر حدين سمينه يينا كبخين ميشا سي ايان ارينتو een baris kale u gelin ama iyadu meel kale to aadin ila xanuun way suntano xanuun bay keenda sanbabada laakiin xaji maxamed iyo dastuurkay ka hortimaaday in wax laga bedelo qorshaha xasan sheekh maxamuud iyo geel ay taan yes yes taasay diidanay because waxay u diidanay iyadu waa 4.5 ki iska daye kuwi kale to oo ku jiray een afarta baab barkood cabaadayeen oo ka hor yimi oo ogtiin oo leh abdi la meel mariyo anagaba qatar ku jira marka waxay ogtay hay in ay iyaguna noqonayaan kuwa ugu sii liita taasi ka dagaalamays gabadhaanuna gabar deed dadkeeda u dirirta oo runtii wax badan u rida dacayda badan iyo waxa ku dhacaya iyo waxaas aan u joogtay laakiin dawladda damujadiid in ay dhahan gabadhii qalinkeedu waa lagu guuleystay gabar mar hore dhimatay maxaa laga fahmi kara waxaa laga fahmi kara inay beenaaliyaal yihiin inay yihiin criminals inay yihiin dilayaal inay yihiin assassinada dadka dhiga laakiin tan waa tay ku kashif malayn koos waxaan rajaynayaa inay caruur active